السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة مارسيلو في أوروبا. النهاردة هنتكلم عن موضوع توثيق الجواز من أوروبية. موضوع توثيق الجواز من أوروبية هو أمر سهل جدا، أنت بتعمله بنفسك أنت وزوجتك مستقبليا إن شاء الله. وأتمنى إن الفيديو ده يفيد ناس كتير محتاجاه. أولا هينزل لكم دلوقتي على طول على الشاشة الأوراق المطلوبة من الزوج والزوجة كاملة، وهنتكلم بعدها عن الطريقة السهلة اللي ممكن نستخدمها لإنجاز الوقت. قبل ما الزوجة بتنزل لمصر، انت كمواطن مصري بيطلب منك ورقة اسمها شهادة عزوبية، قلنا موثقة من الخارجية المصرية. ثانيا بتكون مترجمة للغة، مثلا نقول لو الزوجة بولندية فهتكون مترجمة للغة البولندية. تكون مترجمة طبعا للغة البولندية، افضل حاجة ترجمها في السفارة او تترجمها في مركز الثقافي البولندي. جميل، او هو ليه اسم تاني بس انا مش متذكره بالظبط، هو موجود في القاهره، الجمعيه تقريبا البولنديه المصريه او الجمعيه المصريه البولنديه، حاجه زي كده. عن الشهاده ديت، هي بتطلع عدم ممانعه. ديت الشهاده بتبقى عباره عن الجنسيه جنسيتها هي ايه، السن، تاريخ ميلادها يعني، والديانة، وإن هي مش متزوجة أو إن هي مثلا مطلقة. ومعاهم بالأسفل كده بيبقى معاها مثلا في نفس الورقة دي اللي هي عدم المنع، بيبقى مكتوب إن هو مفيش أي مساءلة قانونية أو مفيش أي مسؤولية قانونية عن المواطنة الفلانية إن هي تتزوج من المواطن الفلاني. فهي بتطلع متسمية باسم الزوج وباسم الزوجة، علشان كده هو بيطلب منك شهادة عزوبية، لأن زي ما احنا عارفين طبعا في أوروبا رافضين أو ضد تعدد الزوجات. بعد الشهادة ديت ما تجهز عندها في بولندا مثلا، بتروح هي بعد ما تطلعها من الوزارة بتاعتها بتروح لوزارة الخارجية البولندية في بولندا، وبتاخد منها ختم، تاخد منها ختم توثيق. وبعد ختم توثيق بتروح للسفارة المصرية بوارسو، بتترجم الشهادة وبتاخد ختم من السفارة المصرية في بولندا. بعدها بتنزل هي بالشهادة ديت، بتكون جاهزة كده خلاص، مفيش أي حاجة تانية محتاجاها. انت بتكون مجهز طبعا موقف التجنيد بتاعك وخمس صور شخصية، نفس خلفية تقريبا جواز السفر. وبعدها بتنزل هي بتقدم على حاجة اسمها إقامة في جوازات، بتقدم على إقامة غير سياحية، إقامة غير سياحية، في إقامة اسمها في مصر إقامة الزواج من مواطن مصري، فهي بتاخد الإقامة على أساس إن هي هتتجوز من مصري، فبيدوها إقامة غير سياحية. لأن في أوقات مكتب التوثيق مثلا بيطلب إن تكون إقامة مش إقامة سياحية، أو تكون مثلا تأشيرة عمل أو تأشيرة زيارة، بس ما تكونش تأشيرة سياحة. وفي أوقات لبعض الجنسيات ما بيدققوش في الكلام دوت وبيوافق، فأنا
اول حاجه يعني انت هتحتاجها مثلا ان انت تتاكد الاول من مكتب التوثيق هل ينفع تتجوز مثلا الجنسيه مثلا سواء كانت بولنديه المانيه فرنسيه اوكرانيه روسيه اينما كانت، هل ينفع تتجوز منها بتاشيره سياحيه ولا لازم يكون معاها اقامه غير سياحيه. ينفع تتجوز مع بيها بتأشيرة مثلا، لو ينفع تتجوز بتأشيرة سياحية فطبعا هتكون أوفر لك ومنجزة للوقت كل الكلام. احنا دلوقتي معانا شهادة عدم الممانعة للزوجة، باسبورها وانت بطاقتك وموقف التجنيد بتاعك. هي بيبقى ناقص لها نقطة واحدة، بس لما بتاخد الشهادة ديت من بولندا، لما بتنزل مصر بتعمل لها توثيق من الخارجية المصرية، وده هو التوثيق سهل جدا، انت بتاخده تقريبا في 5 دقايق او 10 دقايق وقت ما بتقف وبتديهم الشهادة بيدوك التوثيق على طول بيوثقوا عليها مش أكتر. خلاص احنا خلصنا نقطة الإقامة أو نقطة التأشيرة مثلا إذا كانت سياحة أو مش سياحة، وجينا لنقطة عقد القرار. فهنلاقي ان احنا محتاجين اول حاجة شهادة صحية للزوجين، يعني بتروح لمركز اي مركز صحي تابع للحكومة، بتروح انت وهي بتطلعوا شهادة اسمها شهادة صحية، رسومها تقريبا في حدود 30 او 35 جنيه للفرد حاجة زي كده تقريبا، ممكن تكون اقل او اكتر بس ما بتبقاش مبلغ كبير ولا حاجة. بيتعمل تحاليل دم، تحليل ضغط، تحليل مش عارف ايه، بيسألوها اسئلة مثلا هل عندها حد في العيلة مثلا كان مريض بمرض معين او مثلا من ذوي الاحتياجات الخاصة، حاجات زي كده. وبتبقى الموضوع مش معقد وسهل خالص، والناس متفاهمين وبيطلعوها بسرعة. يعني انت بتعمل الشهادة الصحية دي بتطلعها في نفس اليوم. دلوقتي هي معاها شهادة عدم الممانعة من دولتها، 2 معاها الشهادة الصحية وانت برضو معاك الشهادة الصحية، 3 الصور الشخصية، 4 الإقامة أو التأشيرة، 5 معاكم الشاهدين. كده انت مش محتاج أي حاجة انك تروح توثق الجواز بتاعكم، عدا انك محتاج فقط مترجم. يعني هي اي لغة هي بتتكلمها مثلا، يعني انت مثلا بتتكلم معاها بالانجليزي انت ممكن عادي تجيب مترجم بالانجليش وبيترجم عادي، يعني مفيش مشكلة، يعني مش لازم تجيب مثلا مترجم للغتها الام، تمام؟ المترجم الانجليزي بيقوم بنفس العمل وبيتوافق عليه من الحكومة المصرية فمفيش اي مشكلة خالص. وبتروح لمكتب التوثيق بتكتب الاستمارات وبتاخد تقريبا الشهادة. يعني انت مثلا لو رحت من بدري عشان تعمل الجواز بتقدر تطلع الشهادة او بتقدر تاخد وثيقة الجواز، تمام، في نفس اليوم. لكن لو رحت متأخر وبعد ما تخلص الوثيقة وكلام من ده بتاخد الشهادة تاني يوم، اللي هي وثيقة الجواز يعني بتاخدها تاني يوم بس كده، مفيش اي حاجة تانية. طبعا بالنسبة للرسوم وكلام من دوت انا مش هقدر اقول لك الرسوم بالظبط جوه الوزارات او جوه السفارات لان هي رسوم متغيرة، بس رسوم مش كبيرة ومش حاجات مبلغ، يعني اوفر بكتير من انك تروح لمحامي وتخليه يرفع لك قضية ان هو يصحح لك الجواز وما يصحح لكش الجواز وكلام من دوت. اتمنى ان شاء الله ان انا افدتكم بالفيديو بتاع النهاردة، وإن شاء الله يكون الموضوع سهل ليكم كلكم. ولو برضو تحبوا تعرفوا أي معلومة تانية أتمنى أشوف منكم تعليقات وتكتبوا لي كل اللي أنتم محتاجينه، وأنا إن شاء الله هعمل لكم فيديو تاني لطريقة أسهل لموضوع برضو توثيق الجواز لو هي مثلا الزوجة في مصر ومش عايزة تسافر عشان تطلع مثلا شهادة عدم الممانعة. في طرق تانية هقول لكم عليها، وبرضو هنتكلم في الفيديو الجاي ان شاء الله عن ازاي تتجنب مشاكل الإقامة
ان هي مثلا لو مش هينفع جنسيتها تتجوز معاك بتأشيرة سياحة ولازم إقامة، فازاي انت تقدر تخلص الموضوع ده اسرع، لان هو فعلا الجوازات في مصر بيبقى عليها ضغوط وكلام من دوت، فطلبات الاقامات بتبقى متاخره شويه في الرد، ممكن توصل لثلاث شهور واربع شهور. ففي طرق اسهل من كده ممكن نتكلم فيها مع بعض المره الجايه ان شاء الله، هنتكلم فيها وهوضحها لكم اكتر. واتمنى لو عجبكم الفيديو انكم تتابعونا. اسهل من كده ممكن نتكلم فيها مع بعض المرة الجاية إن شاء الله، هنتكلم فيها وهوضحها لكم أكتر. وأتمنى لو عجبكم الفيديو إنكم تتابعونا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.